وللحديث عن الاستمرار في التضييق على الحريات الدينية في الهند والانتهاكات ضد المسلمين هناك، معنا عبر الهاتف من اسطنبول نائب رئيس مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية إسلام الغمري. أهلا بك معنا أستاذ إسلام. أهلا وسهلا بحضرتك وتحياتي للسادة المشاهدين جميعا. حياكم الله أستاذ إسلام. ما الذي يعنيه هذا الارتفاع الملحوظ حقيقة في خطاب الكراهية والعنف الموجه ضد المسلمين في الهند، وإلى أي مدى يعني ساعدت حكومة رئيس الوزراء على تأجيجه؟ لا شك أن وصول حكومة رئيس الوزراء الهندي مودي إلى السلطة تسبب في أزمة كبيرة في النسيج المجتمعي، حيث تتبنى خطابا عنصريا بامتياز. نتج عن هذا الأمر ما حدث من عدوان على المسلمين هناك، تمثل في عمليات هدم للمساجد، حرمان من الحقوق الطبيعية والأساسية للإنسان المتمثلة في حرية اللباس وحرية العبادة، وما يتعلق أيضا بكل ما تفرضه مؤسسات ومنظمات الدولية التي تضمن وتكفل حقوق الإنسان. نعم، ماذا عن انعكاسات هذه التصريحات لا سيما المسيئة منها للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ كيف انعكست على علاقات الهند الخارجية مع دول الشرق الأوسط برأيك؟ هذا الأمر واجه هبة إسلامية كبيرة رسمية وشعبية، انطلقت في أخطار إسلامية عدة نتج عنها بالفعل الضغط على الحكومة العنصرية في الهند، مما جعلها تحاول أن تقوم ببعض الإجراءات التصحيحية، ولكن ظلت إلى حد ما بعيدة عن المستوى أو الحجم المطلوب، وهو الاعتذار المباشر وأخذ إجراءات بحق من أساء، لا أن يتم التمادي ويتم العدوان على المسلمين العزل هناك في الهند، نتيجة أنهم أرادوا فقط أن يشجبوا الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن الجهد الإسلامي والهيئات العلمائية والشعبوية كان لها دورا كبيرا في إحداث هذه الحالة وهذا الموقف الكبير، والذي يحسب للعالم الإسلامي أنهم انتصروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتآزروا وتعاضدوا مع الشعب الهندي المسلم. نعم، أيضا يعني هذه الحملة كيف انعكست، أو الحملة من قبل الحكومة أو المحكمة العليا عفوا الهندية، ومطالباتها لمسؤولين في الحزب بالاعتذار عفوا، يعني إلى أي مدى أثبتت صحة هذا التوجه الإسلامي بأن بضرورة اتخاذ مواقف جادة تجاه هذه التصريحات؟ ما كان للمحكمة العليا أن تأخذ مثل هذا الموقف لولا جدية العالم الإسلامي في الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفض الإساءة له، وهذا ما جعل هذا الموقف والذي نثمنه ونقدره ونعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح، ونتمنى وندفع وندعو المؤسسات الهندية كافة والحكومة بشكل خاص أن تقوم بنفس الدور في الاعتذار المباشر عما صدر عنهم ومحاسبة المقصرين. لا شك أن موقف المحكمة الهندية العليا موقف في الاتجاه الصحيح، خطوة متقدمة تدل أن ما فعلته الشعوب الإسلامية والحكومات الإسلامية التي تضامنت مع الحملة قد أثرت وأثمرت وأنتجت هذا الموقف المتقدم في الحالة الهندية. نعم، هل من المتوقع أن يعني هل من المتوقع أن يكون هناك أيضا تغيير في سلوك نيودلهي في الأيام القادمة؟ إن استمرت الحملة، وهذا ما نأمله ونطمع فيه، وخاصة كما نتابع أن هناك الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام، وهي مؤسسة قد مضى على إنشائها عدة أشهر، ولكن كان لها دورا مثمرا ودورا فعالا في تنسيق الجهود وجمع الجهود وتوجيه الجهود بشكل منظم ومرتب، واستخدام الأدوات الإعلامية بشكل
معقول. هذا طبعا لا يقلل من شأن كل المؤسسات وكل الهيئات وكل الجهات رسمية وغير رسمية التي بذلت جهدا من الأمة الإسلامية من مشرقها إلى مغربها، ولكن نقول أن الموقف القوي للعالم الإسلامي هو الذي سيجبر الحكومة الهندية على أخذ خطوات أخرى. هم في البداية قاموا بتجميد المتحدثة من منصبها، ثم الآن المحكمة العليا تأخذ خطوة متقدمة. ربما لو استمرت الجهود مقاطعة المنتجات الهندية، رفض الإساءة، تجريم الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل الأنبياء والمقدسات، هذا الأمر سيجبر حتما الحكومة الهندية، خاصة إذا استشعروا أن هناك عقوبات اقتصادية، والعالم الإسلامي يملك الكثير. عندما ندرك أن هناك ملايين من الهندوس يعملون في الدول العربية والإسلامية، وبإمكان الدول الإسلامية أن تعاقب الحكومة الهندوسية المتطرفة وأن تشعرها بأن العدوان على النبي عليه الصلاة والسلام خط أحمر، عند ذلك سيحدث التراجع حتى. نعم، العمال الهنود يعني تعلم الحكومة الهندية بوجودهم في الدول العربية، ما الذي كانت تعول عليه قبل اتخاذها مثل هذه الخطوات المسيئة أو هذه التصريحات ودعم هذه التصريحات المسيئة؟ ربما أغرى الحكومة الهندية حالة الضعف الإسلامية العامة وعدم أخذ مواقف جماعية وشعبوية بالشكل الكافي في قضايا إسلامية سابقة. ربما هذا ما دفع الحكومة الهندية أن تمارس هذه العنصرية وهذه العجرفة لو صح لنا القول، مما جعلها تستهين بقدرة العالم الإسلامي في ردعها يعني رد هذا العدوان بما يستحق. لذلك نحن نقول ما قام به العالم الإسلامي يعني هو جهد مبارك وجهد نعتز به، ولكن نحتاج المزيد من الخطوات، نحتاج من الحكومات أن تطرد سفراء، نحتاج من الحكومات أن تأخذ مواقف متقدمة بطرد العمالة الهندوسية أو التلويح والتهديد به بشكل مباشر حتى تجبر الحكومة الهندية على الاعتذار الرسمي عما بدر من مسؤولين. نعم سيد إسلام، برأيك من الذي يعني لعب الدور الأكبر؟ هل هو يعني الموقف الشعبي من العالم الإسلامي أم من الحكومات نفسها؟ تظل المواقف الشعبية لها دور كبير، وأيضا هذا لا يقلل من المواقف الرسمية والحكومية، كل منهما يعمل في مجال وفي مضمار. ولا شك أن الغطاء الشعبي والضغط الشعبي يعطي قدرة وقوة وطاقة للحكومات التي تريد أن تأخذ موقفا متقدما وموقفا في الاتجاه الصحيح أن تعزز موقفها بالظهير الشعبي. فلا نستطيع أن نقول أن التحرك الحكومي فقط هو الذي يمكن أن يثمر، ولا يمكن للتحرك الشعبي منفرد يمكن أن يثمر، بل بجهدهما معا يمكن أن تتحقق النتائج. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف من اسطنبول نائب رئيس مجلس حريات أو مركز حريات عفوا للدراسات السياسية والاستراتيجية الأستاذ إسلام الغمري، شكرا جزيلا لك.